السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. معكم ايمان من قناه شيوات مع ايمان. نصلي على النبي كيف ما العاده. غنبداو الفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم غادي تكون هذه الكيكه اللي كتشاهدوا معايا، كيكه حريريه غادي نحضروها ببيضه واحده وبواحد الطبقه ديال الكريمه اللي انا اكيده غادي تعشقوها، واذا جربتوا هاد الكيكه غادي تصبحوا مدمنين عليها حقا، كتجي رائعه لذيذه لذيذه بزاف. ما نزيدش نطول عليكم كثر، ندوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وكيف ما العاده فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نبدأ في التحضير ديالها هي الطبقة ديال الكيك اللي غادي نحتاج فيها حبة واحدة من البيض، 5 ملاعق كبار من السكر الخشن أي سكر سنيدة ما يعادل 100 غرام. غادي نضيف كذلك قبصة ديال الملح لتعديل الذوق وكيس من السكر المنسم بالفاني. صافي، نطرب هاد المكونات بالطراب اليدوي او تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي، كيبقى لكم الاختيار. هنايا غادي نضيف كذلك 5 ملاعق كبار من زيت النباتيه ما يعادل 81 ملل، ملعقه تكون مملوءه جيدا. فغادي نستعملوا 5 ملاعق من كل مكون. غادي نضيف كذلك 5 ملاعق من الحليب ما يعادل 80 ملل، صافي. دابا غادي نبدا نضيف النواشف. جبت واحد المصفات او هذا الصفايه اللي غادي نخل او نغربل فيها النواشف ديالي. غادي نستعمل 5 ملاعق كبار يكونوا مملوئين جيدا كيف ما كتوضح لكم الصوره من الدقيق ما يعادل 100 غرام، مع واحد الملعقتين متوسطتين من الكاكاو الخام اي الكاكاو المر ما يعادل تقريبا 31 غرام. غادي نستعمل ملعقه صغيره من خميره ديال الحلويات او بيكنج باودر ما يعادل 7 غرام. نغربل كل اذا كانوا شي كويرات ديال الخميره ديال الحلويات اي بيكنج باودر، نحاولوا نضغطوا عليهم او يعني نصفيوهم نخلوهم. صافي، وكيكون القوام ديال الخليط ديال الكيك العادي ملي كنعليو يدنا الى الاعلى كيهود واحد الخط متساوي او كنرسموا اي شيء حتى كنسليوه عاد كيختفي من فوق السطح ديال الخليط ديال الكيك. صافي، غادي نجيب دابا القالب او المول اللي غادي نحضر فيه الكيك ديالي. انا غادي نستعمل هذا الاطا هذا المول او هذا القالب على شكل دائري، تقدروا تستعملوا اي قالب طبعا نتوما كتحضروا فيه الكيك ديالكم. عندي القطر ديال هذا القالب 24 سنتيمتر. غادي نفرغ الخليط ديال الكيك ديالي، ندخله في الوسط ديال الفرن. غادي نشعل النار من الاسفل في الاول على درجه حراره 180 درجه، نخليها تدوز 10 دقائق غير من الاسفل، ونزيد من بعد نشعل النار حتى من الاعلى واحد 15 دقيقه. كتاخذ تقريبا 25 دقيقه هذا الكيك هذا. فهاد الاثناء غادي نحضر معكم الكريمه اللي غادي نحتاج فيها. عندي نصف لتر ديال الحليب اللي وضعته في ديك كاسوي او في ديك الاناء. غادي نضيف عليه 60 غرام من نشا الذره. انا استعملت خلطت ما بين نشا الذره والدقيق لان الكميه ديال النشا اي مايزينا اللي كنت متوفره عليها ما كانتش عندي 60 غرام كامله، فكملت الكميه بالدقيق الابيض يعني بالطحين. مهم في المجموع انا استعملت 60 غرام ديال نشا الذره اي مايزينا ما يعادل 3 ملاعق كبار يكونوا مملوئين جيدا، او تستعملوا غير الدقيق اي غير الطحين، او تستعملوا الكريم باتيسير لكم الاختيار. كذلك زدت نصف كاس ديال السكر الخشن اي سكر سنيده كيف ما شاهدتوا معايا اللي كيبقى على حسب الذوق. خلطت الكل جيدا، خديت الاناء ديالي فوق نار متوسطه مع الاستمرار في التحريك حتى كتعقد لنا الكريمه ديالنا، كتبدا تعمل لنا فقاعات. صافي، كنحيدها. عاد من بعد كنزيد لها واحد الكيس من السكر المنسم بالفاني، وغادي نضيف لها علبتين من فلون او هاد الديسير ديال فلون كراميل. كل علبه عندي كتوزن 100 غرام.
بالنسبه للاخوات اللي متوفرين على العلبه ديال الفلون اللي كتكون صغيره على هذه، فاستعملوا علبتين او تقدروا تستعملوا غير علبه واحده فماشي مشكل. صافي كنضيف ديك العلبتين ديال ديسير فلون كراميل على الكريمه ديالو وهي باقه ساخنه، كنحرك بسرعه حتى كيذوبوا ديك العلبتين ديال الفلون. من بعد كنغطي الكريمه ديالي بالبلاستيك غذائي وغادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان اخواتي. اذا ما كانش عندكم الوقت دخلوها للمجمد، مهم خصها تكون باردة مزيان. فهاد الاثناء الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن كيف ما ذكرت معكم ما كتاخذش مده طويله في الطياب، 25 دقيقه لان الطبقه غير رقيقه. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا اخواتي انا سقيت الكيكه ديالي، خديت واحد ربع كاس ديال الحليب البارد والكيكه عندي سخونه، سقيتها غير شويه بربع كاس حليب لا اكثر لان هي اصلا كتجي خفيفه. تركت الكيكه ديالي جانبا. هنا يا اخواتي بالنسبه لهاد الخطوه ديال الكريمه السائله تقدروا تستغناو عليها، الاخوات اللي ما متوفرينش عليها ما بغاوش يستعملوها استغناو عليها. انا خديت علبه ديال 200 مللتر من كريمه سائله، كريمه ديال الخفق او ناتا بارامونتار اللي عندي بارده، غادي نطربها ولكن ما كنطربهاش حتى كتوقف تماما. ها نتوما كنخلي القوام ديالها على هذا الشكل، هذا يبقى كريميه. غادي نجيب دابا الكريمه اللي حضرت معكم الاولى من بعد ما كتكون بارده مزيان اخواتي، بارده جيدا كنعاود نطرب حتى هي بالطراب الكهربائي حتى كيرجع القوام ديال الكريمي. فبالنسبه للاخوات اللي ما غادي يستعملوش الكريمه السائله اكتفيوا فقط غير بهذه الكريمه، هذه حقا كتجي حتى هي لذيذه بزاف بديك المذاق ديال ديسير فلون كراميل، كتجي رائعه والقوام ديالها كيصبح كريمي ملي كنعاودو نطربوها. هنا اخواتي بعد ما طربتها مزيان حتى صبحت كريميه غادي نبدا نضيفها غير بشويه بشويه، وانا كنطرب من ديك الكريمه السائله اللي كنا طربناها اللي كنا طلعناها شويه، كنبدا نضيف بشويه بشويه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. وعلى فكره بالنسبه للاخوات اللي بغيو يستبدلوا عفوا عوض الكريمه السائله يستعملوا علبة ديال كريم شانتي، تقدروا تستبدلوا علبة ديال كريم شانتي تضيفوها الكريمة ديالكم الأولى اللي حضرت معكم، طربوها مزيان وضيفوا للعلبة ديال مستحضر الكريم شانتي وعودوا طربوا حتى كتوقف لكم الكريمة ديالكم. تما كيف ما شاهدتوا معايا خديت واحد الحبه ديال الموز اي البنانه اللي قطعتها على شكل دوائر، وغادي نحضر معكم دابا واحد الكناج ديال الشوكولا اللي غادي نزينوا به، وكذلك غادي نوضعوه في الوسط ديال هاد الكيكه هذه كيف ما غادي تشاهدوا معايا. خديت 200 غرام من الشوكولاته، انا استعملت شوكولاته بالحليب، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الشوكولاته نتوما متوفرين عليه، ذوبتها ومن بعد اخواتي غادي نبدا نضيف الحليب تدريجيا. عندي حليب ساخن، من بعد ما كندوب الشوكولاته كناخذ كميه ديال الحليب الساخن. انا بالضبط 200 غرام ديال الشوكولاته بالحليب كتاخذ مني 80 مللتر ديال الحليب الساخن. فبالنسبه للحليب كيختلف على حسب النوعيه ديال الشوكولاته اللي غادي تستعملوا نتوما. دائما اخواتي غادي تاخذوا واحد ربع كاس ديال الحليب الساخن وتبداو تضيفوه بشويه بشويه حتى كتحصلوا على واحد القوام ديال الكناش، كيكون القوام ديالو كريمي ماشي سائل جدا وماشي ثقيل بزاف. فكاين بزاف ديال الاخوات ما كينجحش معاهم هذا الكناج ديال الشوكولاته بالحليب، فهو سهل جدا اخواتي، كيبقى على حسب الحليب وصافي. كاين بزاف ديال الاخوات كيفوتوا فيه الحليب وما كيبغيش يجمد معاهم، وكاين بعض الاخوات كيضيفوا غير كميه بسيطه ديال الحليب وكيتقطع لهم الشوكولاته وكيقول لهم عقلهم بان خسر معاهم. لا، ضيفوا غير بشويه بشويه وانتم كتحركوا حتى كتحصلوا على القوام اللي شاهدتوا معايا ديال الكناج، كيكون كريمي يعني ماشي خفيف مره، اذا خففتوه ضفتوا كميه الحليب كثيره ما غادي تمسك لكم شي. من بعد صافي، من بعد ما حضرت الكناج ديال الشوكولاته بالحليب غادي نبدا دابا نمنطي اولا غادي صافي غادي نحشي الكيك ديالي. خديت الكريمه اللي حضرت معكم، شاهدوا معايا كيفاش كتجي حريريه كريميه اخواتي. بالنسبه لهاد الكريمه تقدروا تحضروا بها التحليات ديالكم، اي كيك بغيتو نتوما كتجي رائعه. وضعت واحد الطبقه رقيقه ديال الكريمه، من بعد غادي نوضع هاد الدوائر ديال الموز اي البنان، فكنتمنىكم تجربوها بهذه الطريقه حقا كتجي لذيذه لذيذه بزاف. ومن بعد غادي نغطي على ديك القطع ديال الموز اي البنان بكميه ديال الكريمه، نغطيه مزيان، نعوض الوجه ديال الكريمه بواحد السباتولا او غير بالملعقه،
ومن بعد اخواتي غادي نمسح بعد هاد الحواف او الحاشيات ديال القالب باش يجوني الطبقات معوطين. غادي نجيب دابا هاد الكناج اللي حضرت معكم ديال الشوكولاته بالحليب، نصف الكميه ديالو غادي نوضعها في الوسط ديال الكيك، ونصف الكميه هي اللي غادي نغطي بها الوجه ديال الكيك ديالي. فهانتوما شاهدوا معايا، وضعت واحد الطبقه وغادي نوزعها، نغطي بهذيك الطبقه ديال الكريمه كامله بهذا الكناج هذا، ندخلها للثلاجه. ضروري اخواتي ندخلوها للثلاجه حتى كيتماسك هذا الكناج معنا، يعني حتى كي صافي كيقصح او كيتماسك، ماشي كيقصح، كيشبر راسو. فهنايا كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما دخلته للمجمد باش بسرعه يتماسك معايا، واخا كنأديه بالاصبع ديالي صافي شبر راسو، يعني رجع متماسك ديك الطبقه ديال الكناج. من بعد كنوضع فوق ديك الطبقه ديال الكناج الكميه المتبقيه ديال الكريمه عندي كامله، غادي نوضعها فوق ديالو ونوزعها ونسرحها بالتساوي. نعاود ننظف الحاشيات او الحواف ديال القالب، ونفرغ دابا الكميه المتبقيه ديال الكناج ديال الشوكولاته. فهنا يا اخواتي تقدروا توضعوا فقط الكناج غير في الوسط ديال هاد الكيكه هادي، والوجه ديالها زينوها باللي بغيتوا. انا واخا كنت غادي نزين بهذا الكناج، ولكن تبقات لي غير كميه اللي هي بسيطه، فغادي يجي الوجه ديال الكيكه شويه يعني ماشي مزيون، فغادي نضطر انني نزينه بالكاكاو الخام. هانتوما غادي تشاهدوا معايا. صافي هنا من بعد ما كنوزع هاد الطبقه ديال الكناج، غادي نرجع الكيكه ديالي. انا غادي ندخلها للمجمد واحد 5 دقائق باش هاد الطبقه ديال الكناج تماسك مره اخرى. كيف ما كتشاهدوا معايا، الوجه ديالها ما جاش متساوي ومعوط ومزيون، فغادي نزين الحاشيات ديالها بهاد الفيرميسيل او لهاد الشعريه ديال الشوكولاته، والوسط ديال الكيك غادي نغطيه بالكاكاو، الكاكاو الخام. تقدروا تستعملوا حتى الكاكاو اللي كيفطروا به الاطفال ديالكم، وغادي نوضعوا في الوجه ديالها بواحد المصفات، غادي نوضعوا بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا، طريقه اللي هي سهله اخواتي وبسيطه. صافي، ونحيد دابا القالب. فهنا اخواتي حتى الحاشيات ديالها او الحواف ديال الكيك ما عجبونيش بزاف، فغادي نغطيهم بالشوكولاته اللي بشرته. خديت كميه ديال الشوكولاته بشرته بديك السكين اللي كنقشروا به الخضروات، لصقت على ديك الطبقه ديال الكريمه كيف ما كتوضح لكم الصوره. غادي نقطع معكم الكيك باش نشاهدوه من الداخل كيفاش كيجيو الطبقات باينين، وكيجي كريمي. طبقه ديال الكريمه كتجي حريريه حقا اخواتي، تستحق التجربه هذه الكيكه هذه. فكيكون هذا هو الشكل ديالها من الداخل. انا غادي نقربكم اكثر صوره باش تشاهدوا معايا ديك الطبقات كيجيو باينين، مع انني ما خليتهاش يا اخواتي مده طويله في الثلاجه، يعني صورت معكم الكيكه في نفس اليوم. هي ملي كتبقى في الثلاجه اكثر فكتماسك اكثر، وكيجيو الطبقات باينين. نتمنى يا ربي الاقتراح والفيديو اليوم يكون الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، ونتمنىكم تجربوا هذه الكيكه حق غادي تعجبكم. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يتقسموا معايا التطبيقات ديالهم او اي سؤال ما قدرتش نرد عليه في التعليق ديال اليوتيوب، فما عليكم الا انكم تنوروني عبر الانستغرام ديالي اللي غادي يطلع لكم حالا على الشاشه. مرحبا بكم والف الف مرحبا. الفيديو ديالي والاقتراح ديال اليوم حتى لهنا، وكيكون سلا. احبكم في الله، والى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف وبسلامه.